روتك بيابون لم اخيريا كا بس ايش يعني لسر ابو خلق تكفير كان خلق تبديع كان خلق فاسخ كان اما شن اللي ايشي مسلمانة شدم ايشانا لراستي دا كاك طيب ايشي ايمان داران اوانية يعني جماري مسلمان كم بكانوا هر ايمان دارك اگر غمي دينك اي هبيتن چون غمي ديني خويتي غمي ديني برايا كشيتي يعني چون دبي لسر شتيق اما خلق لديني خواي دور بخينا وخلق لباس خواي دور بخينا وخلق لسر صراط مستقيم در بكين ديني خواي خوايا خو نما قوتي ديني بشر قوتي ما انا ديني خواي او ديني خوايا خواي قولة سوان قبول دكاتن يكيك بي خلقاني دي كدر كان لنا ديني خواي يعني هيتس كسيك قبول دكا لنا مالي خوي يكيك بي موانا كاني در بكاتن يكيك بي خوش ويستقاني در بكا كذا وي قبول نيلا راسي دا تكفير كردن يعني ولو بابتي كي زور زور يعني علمية بلام لراسي دا أو بابتا زناني إسلامي بو علمي هيتي يعني لكتابي خواي أوان باش دا زان خلق تون تكفير دا بيتن يعني اشتكا بروسي كي زور زور زحمتا آساني لسر كلمة يشي بلاي وفلان كافر بو فلان هيتس كافر نية فلان لسر دمي پیغمبري عليه الصلاة والسلام خلق كاتبه في غنبري قلت عليه الصلاة والسلام أعدل يا رسول الله فرمي قلت أي رسول الله تعادل با في غنبر بي نفر ما تكافر بوي يعني تسبب ما بستي يعني خو ما بستي كابري أو أبوك واتو عدالة تناكر دي أي رسول الله باش هيك قصيبة في غنبري بريتان استايمة تسيبي دالين يعني لبرا ودبي أمش يعني ما دام دمانوي لسر سنتي في غنبري خواي بجين عليه الصلاة والسلام دبي وكوي بير بكين وكوي سلوك بكين خلقاتو بي قوت وأي رسول الله والله تو أوي أو قرآن تو هنا توكو شعرك أني من وائل لو أنا شعرك أني من باسريش بلا قرآنك إيتو في غنبري صلى الله عليه وسلم نيفر وكرة تو كافر بوي نيفر وكرة تو هر كافر تو نابي قسام كي فرمو يتدي تو تسد فيك شعرك مبخين وكابرا شعرك خين دوتو في غمر فهمتي عليه الصلاة والسلام شعرك ايتو زور باش زور زوانا بلا ما ويلا لاي من هي باش ترو زوان ترى بو معنى اي كابرانا اتسار بجوي لبيغمبري قرتو كبيغمبر قرآني بو خندو صلى الله عليه وسلم يكسر كابرا ايماني هنا ومسلمان بوا استا اما او دائرة فراواني اسلامتي يعني چيدة توانيت لسر كلمة يشي لسر هلويستي يشي لسر بير كرنوية يشي خلق يشي درب كاتن اگر یک بخوی گوتی امن کافرم و کفرم کرد او بیگو من کافر بو بخوی دزانیدن سی هل بجار دیل بخوی